ألف ألف مبروك على كل النجاحات الحلوة اللي أنت عاملاها في الغنى وتحضيراتك للمسرحية، والناس النهاردة حائرون يتساءلون بشرى بتعمل إيه في مهرجان القاهرة. فقولي لي، أنت أكيد جاية تدعمي زملائك وتشوفي الجديد في المهرجان كفنانة وكمتابعة للحركة السينمائية في مصر وفي الدول العربية، ده صح ولا في مفاجأة حلوة؟ انا يا جماعه ما حدش يسالني، ده بيتي، مهرجان القاهره السينمائي ده بيتي اللي شاركت فيه باشكال مختلفه من وانا طفله، بالفرجه وبتقديمه اكتر من مره ومشاركتي في لجان تحكيمه. انا مهرجان القاهره بيتي الاساسي، فما فيش علامه تعجب لوجودي خالص، بس هم حقيقه عزموني فانا قررت ان انا اجي، لان انا دايما احب اجدد دعمي لهذا المهرجان باختلاف اداراته علشان ما يبقاش في شلاليه ولا ان انت بتبدي اداره عن اخرى. انا دعمت المهرجان السنه دي، دعمته لما حفظي كان فيه، دعمته ايام استاذه ماجده واصف، دعمته في كل سنه من شريف الشباشي، يعني دعمت هذا المهرجان كثيرا، ومن ايام استاذ حسين فهمي المره الاولى وكنت لسه بقى طالبه وصغيره. فده شيء طبيعي ان انا اتواجد من عشقي للسينما، وكوني شخص هم بيشوفوه انه يعني قدم برضو للسينما ولصناعة السينما حاجات مهمة كمنتجة وك برضو مؤسس لمهرجانات ومستشار لعدة مهرجانات يعني، فأنا بقدر جدا اللي يقدرني. يعني العصفورة اللي بتقول انت هتقدمي المهرجان او انت هتغني في حاجة في المهرجان، ده عصفورة بتصوصو وبس؟ دي عصفورة بتصوصو بس، إلا لو هيفاجئوني، بس أنا حتى هذه اللحظة من عمر الزمان أنا ما عنديش أي فكرة، غير إن أنا من محبي السينما وعندي شغف ومن صناع السينما اللي طول عمري بتواجد في مهرجان القاهرة بغض النظر عن الدور اللي بلعبه سواء في دور أو ما فيش. قولي لي، احنا باعتبار انت ايدك بقى في صناعه السينما ودايما بتتابعي المهرجانات مش بس في مصر، كمان في الوطن العربي وبتلف في مهرجانات العالم. النهارده احنا بنشوف فيلم افتتاح لستيفن سبيلبرج، وفي عندنا مجموعه كبيره جدا من الافلام مشاركه في مسابقه رسميه، ومنهم مجموعه كبيره من الافلام المصريه سواء 19 بي او صاحبتي او غيرها من الافلام في المسابقات الثانيه. قولي لي، انت شفتي البرنامج النهارده ازاي، خصوصا انت كمان في دعم واضح وكبير للمراه سواء كمخرجات او كلجان تحكيم او حتى رئيس لجنه تحكيم سيده؟ يعني الحقيقه انا سعيده جدا ان وانا قاعده النهارده في المؤتمر الصحفي انا حاسه بفخر من الفريق البرمجه عاملينه من خلال اختيار الافلام 14 او 15 فيلم عرض عالمي اول او عرض دولي، عدد الافلام 4773 فيلم قصير قدموا للمهرجان علشان يتم انتقاء منهم الافلام اللي هتشارك في المسابقه، ده رقم كبير جدا. وجود السيدات والمراه في لجان التحكيم، تكريم كاملة أبو ذكري، تكريم لبلبة، وجود نانسي عبد الفتاح في لجان التحكيم، مريم نعوم، يعني يمكن إدارة المهرجان ما فيهاش سيدات، ولكن باقي فعاليات المهرجان بيعوضوا إنه يكون موجود تمثيل للنساء الجيدات الصانعات المتميزات في عالم السينما. فأنا سعيدة جدا بهذا التواجد وفخورة حقيقي بالبرنامج والأفلام اللي شفتها، وفيلم زي فيلم الافتتاح لستيفن سبيلبرج ده يعتبر يعني جون كده من بتوع مو صلاح في الافتتاح من فريق البرمجة ومن أستاذ حسين فهمي أو بقيادته مع بقية الفريق. في التزام بالأكواد ودريس كود، أستاذ حسين منبه جدا، هتعملي إيه في الافتتاح والختام؟ والله اول ما دخلت سالت استاذ حسين كده ينفع يا استاذ حسين كده، وقعدت الف حوالين نفسي، قال لي لا كده تمام. لا يا جماعه، هو فكره ان نتعلم ثقافه اللبس المناسب للمكان المناسب، وهو قال ووضح في المؤتمر الصحفي هو مش يعني ما بيقصدش حاجه، هو عايز نبعد عن المبالغات، سوري، عايز احنا كلنا لازم نبعد عن ما يظهر انه تشيب او رخيص. احنا السينما دي حاجة راقية، لازم لما زمان كانت الناس بتروح حفلات ام كلثوم كانت بتلبس وتتشيك وتروح عشان تحضر حفلة في مسرح عظيم، فاحنا بقى في دار الاوبرا المصرية وكلنا فنانين والسينما دي فن راقي جدا، فاحنا عايزين نبقى على مستوى الحدث في الازياء بتاعتنا. فانا بدعم استاذ حسين فهمي في اللي قاله وناس كثيرة جدا بتدعمه، والوسطية كويسة في كل شيء ومش هتزعل حد. شياكة بعيد عن الابتذال والمبالغة والرخص حقيقة يعني.